وأيضا لإلقاء المزيد من الأضواء حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف وعلى الهواء مباشرة من أبو ظبي الأستاذ عبد الله الرشيد مدير مكتب صحيفة جلف نيوز الإماراتية. سيد الرشيد، الآن أعلن وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش أن المهلة الممنوحة لقطر إذا انتهت من دون رد فلن تحدث بعدها ضجة كبرى، بل سيكون هناك تصعيد تدريجي في الضغوط الاقتصادية. هل لك أن توضح لنا مدى تأثير هذه الضغوط الاقتصادية على قطر؟ بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة أحييكم على تابعة. الدول اللي هي المملكة العربية السعودية والإمارات ومملكة البحرين ومصر الأربعة، الحقيقة يعني تدرك أنه ما بعد الرفض القطري هناك خطوات يجب أن تتخذ، وخطوات فورية وسريعة. يعني المقاطعة شيء، والخطوات التي تلي بعد الرفض شيء آخر. هناك أمور كثيرة قطر يمكن لا تدركها. هناك حث، ممكن الدول هذه تحث الشركاء التجاريين الكبار على عدم التعامل مع قطر أو وضعها أمام خيار واحد من خيارين، أما نحن تعامل معنا أو التعامل مع قطر، وهذه تشكل خطورة كبيرة على الاقتصاد القطري، ضغط كبير. يمكن الإخوة في قطر مش منتبهين لها، أو يمكن منتبهين لها ومتجاهلينها. في عندك مسألة سحب كافة الودائع البنكية من كافة المؤسسات المالية القطرية، هذه أيضا ممكن تشكل ضغط كبير على الاقتصاد القطري. طيب، هذه كلها أمور ضمن المقاطعة. سيد عبد الله، الآن في أيضا سياق ما ذكرته، يعني هل تتوقع أن تكون هذه الضغوط الاقتصادية التي توقعها الدكتور قرقاش هي بمثابة تمهيد لفرض ربما عقوبات على قطر في حال رفضها لمطالب الدول الأربع مثلا؟ نعم، هي هذه ضمن العقوبات بتكون. يعني ايضا قطر ممكن استمرارا لهذا ممكن تخسر، يتم التصويت على خساره منصبها في 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 مؤسستين اقليميتين كبريين، مجلس التعاون والجامعه العربيه، لانه انت تعاملك مع الـ مع الـ مع الارهاب هذا مش مطلب عربي ولا مطلب خليجي، هذا مطلب دولي، هذا العالم كله يرفضه، وبالتالي العالم كله ترفض وجودك في أي مؤسسة إقليمية طالما أنت ترعى الإرهاب أو تدعم الإرهاب أو لا تريد أن تثبت أنك أنت أو تتعهد أنك أنت لن ترعى الإرهاب أو لن تدعم مؤسسات إرهابية. هذا مطالب دولية. نعم. مطالب مش يعني مش إقليمية أو خليجية عشان تلعب فيها. نعم. يعني مشكلة الجماعة في قطر يمكن مش مدركين حجم المطالب. هم يمكن معتقدين أن هذا، ودائما يرددون هذا تدخل في السيادة. أنا بس أبغى أضرب مثل التدخل في السيادة. لما هم يقولون تدخل في السيادة في قطر، لما انقتل الرئيس السابق للشيشان يندر بايف في قطر، مش اللي قتلوا المخابرات الروسية؟ مش ثاني يوم روسيا طالبت بتسليم اللي لقوا القبض عليهم إلى روسيا وسلموهم للسفارة الروسية مباشرة بدون حق ولا بدون كلام؟ طيب هذا وين السيادة؟ تتكلم عن السيادة هناك، هاي دولة أجبرتك أنك أنت تسلم ناس إرهابيين مرتكبين جريمة إرهابية إليهم، وما قلت أنت سيادة. هني نحن لا نتكلم عن السيادة، ولم يتدخل أحد عن السيادة. اليوم أنا أسمع المشكلة، الإخوان في قطر شايفين نفس حجمهم أنهم يعني أكبر من الآخرين. اليوم أسمع مسؤول قطري يتكلم للبي بي سي يقول إحنا أربعة ثلاث دول وجزيرة تحاصرنا. فالمذيع يشرح له يقول أربعة، يقول لا ثلاث دول وجزيرة اسمها البحرين. شوف الاستهتار لوين، يعني هذا استهتار حتى بالجار وبالدولة وبالصديق وبالمملكة. طيب يا أخي أنت أقرأ التاريخ، شوف تاريخ مملكة البحرين وشوف تاريخك عشان لا تقعد تقول إن هذه والله جزيرة تحصر. يعني كلام، تعرف التخبط في أقوال المسؤولين والتخبط في حتى وجودهم في وسائل الإعلام، أصبح يعني فقدوا الجميع، فقد الثقة فيهم. فلذلك الآن هم أعتقد أنهم بيلعبون على عمل الوقت فقط، على أمل أنه في اللحظات الأخيرة يغيرون مواقفهم، على أمل أن تتغير مواقف. إنما مواقف الدول الأربع لن تتغير، في عقوبات قادمة، في مثل ما قال الدكتور قرقاش، أما هذا وأما الفراق. صحيح. إذن من أبو ظبي الأستاذ عبد الله الرشيد مدير مكتب صحيفة جلف نيوز الإماراتية، شكرا جزيلا لك.